اهلا اهلا راقصة الملوك والامراء. اولا انا زعلانة منك. ليه بقى يا ستي؟ بعدين اقولك. زي حال الفن هبلة. فن؟ وانا جاي اكلمك في الفن؟ انا جاي اكلمك في حالة البلد يا سي محسن. يا ساتر يا رب. بطل تريق قبلة. انت بس عمال تتكلم عن الاسلحة الفاسدة واللصوص الكبار والصغار. عارف انت مين اكبر لص في الدولة؟ صاحبك؟ صاحبي مين فيهم؟ انت بتوقعيني؟ اوقعك ليه؟ انا جايبه لك اخبار. تبدا انا عرفت عن الراجل عبد العزيز باشا ده. عبد العزيز باشا مين؟ عبد العزيز باشا جمال الدين حرامي والنبي. انا كنت مغشوشه فيه وفاكره راجل غني. اتبيه حرامي. عندك معلومات عنه؟ عندي. ده اكبر تاجر اسلحه وهو الحرامي الاصلي وكلهم بياكلوا من وراه. طيب دي جايه له شحنه اسلحه الجمعه دي على اسكندريه عشان البحريه. طب ما تعرفينا هتوصل امتى واحنا نعمل فضيحه. ما انا جاي اتفق معاك اهو. حكيم انا اكره الحال المايل وسرقه البلد ما تعجبنيش. قول لي اشوفك فين؟ مكتبك متراقب وتليفونك متراقب وانا عارفه كل حاجه. اقول لك ابعت لك جواب ولا اقول لك عليه تعمله؟ فاهم؟ فاهم يا فندم. اورفار دارين. مع السلامه. ده احنا اتفقنا. باي باي. او باردون. العفو يا هاني. مين دي؟ دي سنية. سنية؟ سنية شربات الرقاصة. عالي يا عم عالي. انت تقعد في مكتبك وما يقولك لغاية عندك. اسمع يا احمد، انت عندك فكرة ان عبد العزيز باشا عمك ممكن يكون بتاجر في الاسلحة؟ عمي مش معقول يا شيخ، مش ممكن. ليه؟ طب ما هو صاحبهم كلهم. ايه انت عندك اي معلومات؟ تقريبا. غريبة. فهمني ايه الحكاية. المهم لو الكلام ده يطلع صحيح يبقى ايه العمل؟ نحاربه طبعا. طب ونادية؟ نادية موقفها طبعا يبقى دقيق. انا متأكد انها مستعدة تحارب معانا، وانا كنت عايز تيجي فرصة علشان نشركها في العمل الجد بتاعنا، وهي جت الفرصة. تقدر تخليها تفتش في اوراقه في خزنته؟ انا متأكد يا محسن انها البوليس منح احتفال اسر الشهداء. ومين اللي بلغ البوليس؟ انا عارفة. انت ناسي حضرتك ان في بوليس سياسي في البلد. الاحتفال ده لازم يتم بأي طريقة. سيب لي الحكايه دي، انا هعرف اتصرف كويس. اعملوه في بيت اي حد منكم. البوليس ما يقدرش يمنع الناس من انها تبكي موتاها، ما يقدرش يمنع قراءه القران. الاحتفال ده لازم يتم الليله، واذا البوليس قبض عليكم يبقى احسن عشان البلد تعرف الى اي حد وصل الظلم. جمال فتيح، مالك؟ في حاجة مزعلك؟ اقعدي شوية يا نادية. انت طلبت مني كتير قبل كده انك تحاربي معانا، وانت لغاية دلوقتي ما كلفتنيش بشيء. هكلفك حالا، بس قبلها مهما كان العدو مستعدة تحاربيه معانا. احلف لك على المصحف. قبل ما تحلفي افرضي انه